ما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن؟ الاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. عفوا، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي كان يستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أما كونها ليست بواجبة، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عدة مرات، عليه الصلاة والسلام، ولم يستعذ، أو قرأ بعض الآيات قد قام من الليل وهو في ليلة ميمونة بنت الحارث، وكان معه ابن عباس صلي، فقبل أن لما قام من الليل نظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ولم يرد أنه استعاذ، فهذا الصارف، والله أعلم.